كثير لازم يكون جانب تحت عنه، جانب تحت عنه، بس خلوه قريب عنه. شباب انا اهلا وسهلا بكم.
يحتاج بس لأهل الغيرة. هو الوطن ما يحتاج بس لأهل الغيرة. حي الله كل شباب العراق. محمد توفيق علاوي اجى صعد الكرسي والمنصب هذا مو ضمن الشروط والمواصفات اللي اختاروها شباب ثورة اكتوبر، ثورة 25 اكتوبر. لذلك رفضنا رفضا قاطع واجماع بالكل، واتعجب على الناس اللي تقول صعد او اختاروا الشعب، اي شعب، هذا الشعب رافض رفض قاطع ومستحيل يعني يبقى بالمنصب، واحنا مستمرين بالثورة ومستمرين بالرفض. 1/10 طلعنا، كل واحد طلع عن قناعة شخصية، ما حد طلعنا، وراح نستمر بقناعتنا الشخصية وطالعين احنا وفق اهداف. مستحيل احد يقدر يرجعنا، وما طلعنا من ورا كلمة او تغريدة، احنا مستمرين، مستمرة الثورة. واللي يقول انتهت الثورة هذا الشيء ما له اي صحة. قلت لك من طلعنا احنا من يوم 25 اكتوبر و1 10 1 اكتوبر طلعنا من تلقاء نفسنا، ما حد طلعنا، مستمرين ومستمرين ان شاء الله. بصورة عامة الشعب بأجمعه رفض هذا المرشح، لأن اللي رشحه مو الشعب، اللي رشحته الأحزاب الفاسدة هم اللي رشحوا محمد علاوي. الغاية من يمها تكملة مصالح هذه الأحزاب، لأن بصورة عامة تعرقلت الأوراق عليهم وانكشفوا على حقيقتهم بالأوان الأخيرة. مستمرين في هذه الاحتصامات؟ مستمرين، وما زلنا مستمرين إلى هذا اليوم ولا يوم قادم، ومظاهراتنا سلمية، وإن شاء الله نحقق أحلامنا وأحلام كل الشباب اللي جاي تطلع والشهداء بصورة عامة. الأضراب الطلابي أول ما طلعوا ما طلعتهم لا حكومة ولا أحزاب، فهو مستمر إلى حد تحقيق المطالب أو إلى حد أخير متظاهر بساحة التحرير يرجع لبيته. وأي تهديد أي هاي ما يهز الطلاب، والدليل كل المسيرات تبين أنه هذا الجيل جيل كلش عنيد وما تهز أي تهديدات أو أي شيء، سواء كان من الحكومة، سواء كان من الأحزاب، سواء كان من الجامعات نفسها. السبب أنه إحنا صبرنا 4 شهور وحطينا مطالب وحط مهام للرئيس الوزراء وحطينا مواصفات. محمد توفيق علاوي ما مطابق لأي مواصفة من المواصفات السبعة، يعني حتى لو كان مستوفي 5 نقدر نستغني عن 2 بس ما مطابقهم، بالإضافة أنه كان مرشح الأحزاب والكتل، ما كان مرشح من الشعب، ما طالع من رحم الشعب. فمستحيل أنه إحنا كل هاي الشهداء الأكثر من 700 شهيد والأكثر من 20,000 حالة إصابة وأربعة أشهر أو أكثر صمود بساحة التحرير وتحمل كل الأساليب القمع نرضى بشيء يعني من الأحزاب. الهدف هو الوطن وكل الشهداء اللي راحوا. الطالب العراقي اليوم صار إلى كلمة وصار إلى هيبة وصار أكثر عنصر مؤثر بهاي المظاهرات، فدافعنا الوحيد هو الوطن وغيرتنا جابت. بإذن الله مستمرين كل أحد مسيراتنا ومهرجاناتنا وفعالياتنا ودعمنا، سواء تبرعات سواء كل شيء ساحة التحرير.
ترشح انت بكيفك بكيفك ترشح انت بكيفك بكيفك هذا الحكي خيفيدك خيفيدك ترشح انت بكيفك بكيفك هذا الحكي خيفيدك خيفيدك بس الشعب لي يقرر يقرر بس الشعب لي يقرر يقرر احنا اللي بينا اختار جاهد واحد يساند واحد واحد يساند واحد ما نرجع تعرفوني ما نرجع تعرفوني ما عاند انا Hallelujah! America, yeah!
موجودة نريد ابن كهرباء نريد ابن كهرباء نريد نعيش معنا هيلا 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 Oh!
نحيد ما يهمنا كل التهديد الموقف لما نحيد للوطن نبنيها نروح هاي هاي وللوطن نبنيها نروح هل الكل تسمع هاي هاي وصوت القمصان البيض طبك للساحة هاي هاي الملعب للثوار الملعب